لما صار القصف علينا شديد، فانا خطرت على بالي فكره انه ما بقى حسين بصمد وانا على البسطه، فخطرت في بالي فكره انه انا اكتب هاي اللافته انه خص طلبك، واذا لم يكن لديك النقود فسامحك الله، واذا كان لديك نقود فضع في الصندوق وتوكل الله. كانت هي عفويه يعني مني انا. أنا قصدي كانت مساعدة البشر الموجودين تحت القصف، وإن شاء الله مستمرين حتى لو لآخر نقطة دم في جسدنا، صامدين وحنضل في الثورة وفي البلد، وحنكسر شوكة بشار الأسد وأعوانه.